السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. مثل ما نوهنا بالمحاضرتين السابقات اللي شرحنا بها التشابتر الأول، قلنا الجزء الثاني من التشابتر الأول هو عبارة عن موضوع يحوي مسائل اللي تربط علاقات كثافة التربة الدينسيتي والماس مع الدينسيتي للتربة. اليوم راح ناخذ هذه المسائل بشكل تطبيقي، هذا موضوع جدا مهم. ضروري اذا انتبهون هسه ان شاء الله من راح ناخذ البروبلم واحده بعد الثانيه راح تعرف انه انت احنا سبق ونوهنا بالمحاضره السابقه انه هناك اكو ريليشن شيب او بيسك ريليشن شيب تربط علاقات التربع مع بعض، لازم انت تعرف شلون تكيف وتستخدم هذه العلاقات لحل المسائل. هسه راح نبدا بالمسائل مساله مساله وراح نعرف نستخدمها. ضروري تقعد على العلاقات تحفظهن وترتبهن وتفهمهن بشكل فلسفي حتى من تجيك من الامتحان تعرف يا علاقة تطبق بالأول بحيث تحلك المسألة. شوف هسه السؤال الأول عندنا example weight of water، وزن بالمناسبة تجيك من وسائل باللغة الإنجليزية just like example weight of water content تان الوعاء يعني وزن المحتوى المائي الوعاء التان كان 19.52 غرام. اذا هذا اول شيء وزن الوعاء، تمام عيني، وزن الوعاء. The mass، انتبه هنا، the mass of soil and the tan يعني وزن التربة مع الوعاء together مع بعض كان 24.28 غرام. After that، after over drying بعد التجفيف بالفرن، the mass of the soil يعني كتلة التربة مع التان مع الوعاء شقد مقدارها كان 42.31 غرام. شنو المطلوب؟ estimation الفاليو اوف ووتر كونتنت، الووتر كونتنت المحتوى المائي او محتوى الرطوبة. شو يساوي لنا؟ يساوي لنا وزن الكلي ناقص وزن الصلب على القيمة النهائية، يعني كأنه طلع وزن الماء على الوزن الصلب. هسه نجي انت منطيك اصلا بالسؤال وزن الوعاء بشكل رئيسي، فهسه انت اذا تريد من الحاله الاولى من الحاله الاولى منا تطلع وزن الماء، شلون تطلع وزن الماء اذا انت من الحاله الاولى تطلعها؟ شو تقول يعني هسه تلقائيا عندك الويت اوف ووتر وزن الوعاء بهذا المقدار، the mass of soil تمام and tan يعني التربه قبل التجفيف بالبدايه ايش قد قيمتها مع وزن الوعاء بهذا المقدار. فلاحظ شوف الخطوات اللي تتبعها، اول شيء الماس يعني كتله الوعاء الفارغ اللي هو منطيك هنا فقط وزن الوعاء، فشو يعتبر بالبدايه؟ معناها اخذ الوعاء فارغ امتي، سو ايش قد قيمته؟ 19.52 غرام. نجي الماس اوف ووتر شلون تطلعه؟ انت ايش عندك هنا؟ ايش يشمل لك؟ هاي وزن التربه، اكيد التربه انا من جبتها من الحقل حتى افحص لها المحتوى المائي تحتوي على نسبه ماء، والدليل انا اريد اوجد نسبه المحتوى المائي انها، فمن اطرح هذا الماس اللي هو التربه تمام. احنا قلنا وزن الهواء ايش قد ناولنا بالمحاضره السابقه؟ زيرو دائما ناخذه. فالوزن ايش راح يكون؟ هو عباره عن وزن صلب او يعني الوزن بصوره عامه ناقص يعني قيمه وزن يعني وزن الصلب زائد وزن الماء. So هسه الماس اوف سويل اند تان توجذر ايش قد مقداره؟ بهذا المقدار. هسه اذا تقدر تطلع انت الماس اوف ووتر، اي نعم، شلون تجد قيمته؟ لاحظ هنا افتر اوفن دراينج بعد عمليه التجفيف ايش قد كان مقدار الماس اوف سويل؟ يعني هنا فقط وزن التربه، ليش؟ لان انا جففت باستخدام الاوفن، يعني وكانه وزن الماء ايش قد صار هنا بعد عمليه التجفيف؟ صفر. فأطرح الوزن الكلي للتربة اللي هو عبارة عن شنو؟ وزن التربة زائد وزن الماء ناقص وزن التربة فقط، لأنه هو وزن تجفيف، فإذا وزن التربة شنو أوجدت؟ أوجدت وزن الماء. إذا الماس أوف ووتر يساوي لك قبل التجفيف ناقص بعد التجفيف، هاي القيمة طلعت لك، هاي الماس أوف ووتر. نجي الماس أوف سويل شلون أوجد الماس أوف سويل؟ لاحظ the mass of soil on the ton ايش قد قيمته؟ 48.27 غرام. زين بداية المسألة يقول لك وزن الوعاء واحدة فارغ ايش قد قيمته؟ 19. فأنا ذات رحت وزن هاي قيمتين السويل زائد الوعاء تمام؟
طرح لمعتها قيمة الوعاء، شبقت لك فقط وزن السويل، الماس اوف سويل، يعني الدبليو سويل، هذا المقدار قيمته. الووتر كونتنت شنو قانون المحتوى الرطوبي؟ وزن الماء على وزن السويل في 100%، او كتلة الماء على كتلة السويل في 100%، هو يعتبر دايمنشنلس بدون وحدات نهائية. وجدت قيمته. شوف هاي مسائل التربة، وبالمناسبة قلنا احنا ما دام نضرب في 100% القيمة اللي تطلع نضع قدامها كلمة بيرسنت يعني نسبة مئوية. التنويه الأول، فهم هذه المسائل، فهم المسألة نص الجواب، يعني هي مو مجرد السطر قواني، لازم انت تعرف تترجم السؤال او تعرف شو انه انت تفكك السؤال بحيث تستفاد من كل معلوماته. هاي المسألة الأولى جاوبناها بالتفصيل. نجي هسه لاحظ المسألة الثانية. المسألة الثانية soil sample، عينة تربة was placed، يعني وضعت in container، في وعاء having، هذا الوعاء يمتلك يعني وعاء معين، دورة قنينة دايميتر، شقد الدايميتر مالته؟ 18 سنتيمتر، والارتفاع مالته شقد؟ 15 سنتيمتر، هذا هو الدورق او الكونتينر، هذا الدايميتر هنا الارتفاع، هذا شقد قيمته؟ 10 سنتيمتر، 18 سنتيمتر، الدايميتر، لحظة هذا الدي يعني مو الار، الار نصف القيمة له، والارتفاع شقد؟ 15 سنتيمتر. نجي هنا نكمل المسألة، the soil، السويل filled the container، يعني هذا المله بالكامل بشنو المله؟ بالتربة، يعني هذا مملي بالكامل بالتربة، تمام عيني؟ and the volume، مقدار حجم of soil، مو الحجم الكلي، لا حجم السويل solid، شقد مقداره؟ 520.3 سنتيمتر مكعب. determined the void ratio، يعني e small and the porosity the end of the soil. لحظة نجهز على الكونتينر، بما أنه مطيك أبعاده تقدر تطلع الحجم مالته لو لا؟ اي نعم. اول شيء الاريا شلون تطلعها؟ الاريا مساحه الدائره باي ار تربيع، تمام، باي ار تربيع مو باي دي تربيع، اذا باي دي تربيع تقسمها على 4، اذا الدي هنا هسه اذا دي قد مقداره 10 تاخذه بهذا المقدار، ايش قد الدي مقداره؟ تمام، هاي ضروري تنتبه له، الدي 10 هنا، عفوا صاير التباس خطا، هي 18 هي 10، تمام، هذا الرقم الفوق في 10 سنتيمتر، اذا الار ايش قد ناخذه؟ 5 سنتيمتر. فشوف لاحظ الاريا باي ار تربيع، لا او شو تقول باي دي على 2 الكل تربيع، هاي اتوقع مساله تفهمها انت. فحسبت الاريا، الحجم شو يساوي لنا؟ الاريا في الارتفاع، الفوليوم يساوي لنا الاريا في الارتفاع، طلعت قيمه الفوليوم، هذا شو يعتبر؟ الفوليوم الكلي في توتال. زين انا عندي هنا بالسؤال ايش منطيني؟ منطيني حجم الصلد، انا الفي توتال قلنا شو يساوي؟ يساوي لنا في فويد زائد في صلد. هسه انا ما بدي اقسم الفي فويد في ووتر زائد في اير، لا هسه انا بصوره عامه في فويد، تمام، هسه الفي توتال انا طلعته منين؟ من حسبت الكونتينر. الفي صلد عندي اقدر اطلع الفي فويد لو لا؟ اي نعم اقدر اطلعه عن طريق هذا القانون. هذا القانون شو يقول؟ في توتال في فويد زائد في صلد. في صلد عندي بالسؤال، الفي توتال انا حسبته من طلعت حجم الكونتينر، انقل هذا للطرف الثاني، اذا في توتال ناقص في صلد شو الثاني؟ في فويد، اذا قيمه الفي فويد صارت معلومه. وانتبه كل رقم اضع قدامه الوحده مالته، لان تقريبا نصف الدرجه تروح اذا تركت لي رقم بدون وحده. هسه الفي فويد ظهرت والفي توتال عندك والفي صلد عندك، تقدر تطلع الاي؟ اي نعم، قانون الاي نسبه الفراغات الفويد ريشيو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفي فويد على الفي صلد. لذلك ضروري قلت لك تفهم القوانين وتحفظهن وتعرفهن تطبقهن، ضروري جدا، يعني اذا انت ما حافظ القوانين وما ضابطهن هاي المسائل راحت عليك ما راح تقدر تحلها نهائيا. يعني تخيل لو انت هنا حافظ الاي تقول في فويد على في توتال راحت المساله خطا، وانما شنو قانونها؟ في فويد على في صلد، طبقت طلعت الفويد ريشيو. تقدر تطلع بعدها البروسيتي؟ اي نعم، البروسيتي عندك قانونين، اما هو قانون العلاقه مع الاي، اي على واحد زائد اي وتطلعها مباشره، او قانونها شو يكون؟ في فويد على في توتال مو على في صلد. بما انه انت عندك في فويد وعندك في توتال تقدر تطبق هذا القانون، او تقدر تقول بما انه انا طلعت الفويد ريشيو من هنا اطبق هذا القانون، عندها قانونين البروسيتي، هذا او هذا تقدر تستنتجها من عندها.
تمام. وبالمناسبة البروسيتي دايمنشن لس مثل الفويد ريشيو، يعني ما بيها وحدات لان هي قسمة حجم على حجم. مثل ما تلاحظ اكو ارقام اكو قيم تطلع بدون وحدات تسميها دايمنشن لس. مثلا عندك السبيسيفيك جرافيتي، عندك الفويد ريشيو، عندك البروسيتي، هاي تقريبا ذني الثلاث. الووتر كونتينت ايضا دايمنشن لس، فقط يطلع كنسبة مئوية بيرسنت. هسه السؤال اللي قايل لك نفس السؤال هذا اذا مكمل عليه، قايل لك نفس السؤال، جد لي الديجري اوف ساتوريشن، الديجري اوف ساتوريشن درجة التشبع. الديجري اوف ساتوريشن الاس ار قلنا شنو قانونها؟ قانونها اللي في ووتر على في فويد في 100%. في فويد هسه انا عندي لكن في ووتر ما عندي، اوكي شلون اجد الفي ووتر؟ ارجع للعلاقات اللي تربط، كون انا فاهم العلاقات اللي انطيتك اياها بديش المحاضرة بالتفصيل. اكو علاقه تربط للرو اللي هي الدنسيتي، الرو شو تساوي لنا بصوره عامه الكثافه شو تساوي لنا؟ كتله على حجم. هسه انا اريد لو رو للماء، انا حافظ رو للماء شو تساوي لنا قيمته؟ واحد اذا بوحدات الغرام على سنتيمتر مكعب، والف اذا بالوحدات الثانيه كيلو غرام. هسه انا هنا جبت قيمته واحد، اذا ايش اقول؟ اقول الرو هو عباره عن كتله على حجم، الكتله ماس ووتر على فوليوم ووتر، هاي قيمته واحد أنا حافظها أصلاً. هذا قيمته عندي، هذا قيمته عندي الماس أوف ووتر. هو ذا يقول لك بالسؤال إذا علمت أن قيمة الماس أوف ووتر بهذه القيمة قدرت أوجد الفوليوم أوف ووتر لو لا، صار معلوم عندي. إذا أنا عندي الفي فويد والفي ووتر بعد ما وجدته طلعت درجة التشبع. بالمناسبة الديجري أوف ساتوريشن يشبه الووتر كونتينت، أيضاً تضرب في 100%، يعني القيمة النهائية تطلع لك المفروض بيرسنت تكتب يمها نسبة مئوية. خلصت هذه المسألة. شوف لاحظ شلون دقة المسائل، تريد من عندك انضباط وتفهم المادة فلسفيا، يعني مو مال انه تحفظ ما تفيدك، وتعرف القوانين شلون انه توظفها وتستخدمها. هو هذا صعوبة الموضوع الاول، انه انت لازم واللي يجرب بالبيت ويكتب ويحل مسائل بايده لا نهائيا ما راح يواجه مشكلة بالامتحان، وراح يفهم اصلا، راح يفهم التيستر هذا. لاحظ اكزامبل the water content، انتبه الووتر كونتينت المحتوى المائي اوف، هاي الكلمه ضروري تنتبه لها ونوهت عليها بالمحاضره السابقه. اكو من الساتوريتد من التشبع يسمونه فولي، اذا فولي يعني ايش قد درجه التشبع؟ 100%، يعني واحد فولي ساتوريتد كلي ايش قد قيمته الووتر كونتينت؟ ذا ووتر كونتينت ايش قد قيمته؟ 32.3%، تمام، لان هو نسبه مئويه. بعدين نحاول نقسمه على 100 ايش قد يطلع بالبوينتات. And GS رمز من GS يعني specific gravity الوزن النوعي، تمام. is found ايش قد قيمته؟ 2.7. find ال void ratio يعني ال E، ال bulk density يعني ال raw، ما دام قال ال bulk density وسكت يعني ال total يعني ال raw total، and dry density يعني ال raw dry. هسه نجي لاحظ عندك ال water content قيمته، وعندك ال specific gravity قيمته، وعندك الساتوريتد ايش قد قيمة الساتوريتد؟ فولي ساتوريتد ايش قد قيمته معناها؟ واحد، لان هو يعني هو قيمته واحد يعني 100% واحد. اكو علاقه كون توظفها تربط ذني العلاقات اللي هي يا العلاقه اعطيتكم اياها انا من المحاضره السابقه، الساتوريتد اللي هو ديجري اوف ساتوريتد في الفويد ريشيو يساوي لنا الووتر كونتنت في السبيسيفيك جرافيتي. الديجري اوف ساتوريتد شنو هنا اقرا السؤال؟ فولي، كلمة فولي يعني قيمة الديجري اوف ساتوريتد واحد، واحد في الفويد ريشيو مجهولة يساوي لنا الووتر كونتنت هاي قيمته. بس تنتبه هنا مطي بالمية تحوله تقسمه، هذا الرقم تقسمه على 100 يطلع 0.323. في السبيسيفيك جرافيتي ايش قد قيمته؟ 2.7. اذا طلعت قيمة الاي او لا؟ هاي قيمة الاي. هاي هنا خلصنا اول شيء قيمة الاي، بعدين شو يريد من عندك؟ يريد البلك دنسيتي. اكو علاقة تربط لك انت هسه تقول بما انه رو توتال شو اقسم؟ يجي على بالك القانون الرئيسي اللي هو يا هو ام توتال على في توتال، بس انت المسألة لا مطيك بها ام توتال ولا مطيك بها في توتال، فهذا القانون ما يفيدك، لازم توظف قانون ثاني. اكو قانون ثاني اخذناه للرو للبلك دنسيتي يساوي لنا السبيسيفيك جرافيتي، افتح قوس واحد زائد الووتر كونتينت ست القوس على المقام واحد زائد الفويد ريشيو في بالجانب الرو ووتر، الرو ووتر التحافظها تمام؟ اللي هي ايش قد مقدارها؟ واحد. لاحظ هسه هنا
هاي هنا موجودة اللي هي أصلاً القانون الرو توتال أصلي شو هو أم توتال على في توتال ما يفيدني فكنسلته. القانون الثاني هو اللي يفيدني لأن السبيسيفيك جرافيتي موجود عندي، الووتر كونتينت موجود عندي، الفويد ريشيو وجدته أنا أصلاً من العلاقة الأولى، والرو ووتر حافظة أنا واحد، فأقدر أطلع الروبلت لو ما أقدر طلعت قيمة الروبلت. نجي الرود راي، أيضاً قيمة الرود راي أقدر أطلعها. قانونها شو يقول؟ سبيسيفيك جرافيتي نفس هذا القانون، فقط يختلف إنه ما بي واحد زائد ووتر كونتينت. إذا سبيسيفيك جرافيتي على واحد زائد الفويد ريشيو في الرو ووتر أطبقه طلعت الرو دراي بسهولة جدا. خاصة المسألة يعني إذا انتبهتوا لحد الآن الموضوع هو عبارة عن إنه تفهم السؤال نصف الجواب وفلسفته وتعرف شلون توظف العلاقات بحيث تخدمك وتفيدك في حل المسألة. نجي لاحظ هذا السؤال. Species عينة معينة من التربة of soil is found to have weight mass. لحظة، الوزن الرطب، تمام؟ إذا هذا شنو؟ M weight، تمام؟ M weight هذا. شو سوينا الweight mass؟ 167. And dry mass إيش قد قيمته؟ 112. هالثاني أقدر أطلع هذا الweight يعني الأصلي، يعني وكأنه جبنا عينة مال من التربة مبللة. تمام؟ دخلتها إلى فرنتج شيف جففتها، أقدر أطلع وزن الماء؟ لو ما أقدر أطلع وزن الماء يساوي إن الوزن الكلي اللي أخذته أني أصلاً من التربة اللي هي أصلاً من أخذتها من الحقل أو الموقع أخذتها رطبة بعدين جففتها، فيصير أم توتال هو الوزن الرطب الأصلي يعني ماء زائد تربة ناقص الوزن الصلب اللي شلون طلعته من التجفيف، لأن هو دا يقول لك and dry mass يعني وزن بعد التجفيف. إذا هذا شنو يا هو الدراي لما أجفف يا وزن راح يختفي، وزن الماء يصير صفر، وزن الهواء احنا تلقائيا قايلين عليه سابقا صفر، فشنو البقى بالتجفيف؟ فقط وزن الصلب. فأم صلب هاي عند قيمة الأم صلب تقدر أقول أم توتال عندك شو تسوي؟ تقول أم توتال ناقص أم صلب طلعت الأم ووتر. تمام؟ The volume الحجم of the species is measured before drying قبل عملية التشويب. إذا هذا يا حجم هذا الحجم الكلي في توتال إيش قد قيمته؟ 102 سنتيمتر مكعب. The specific gravity GS هذا مقدار find the void ratio والN والSR والجاما دراي. هسا إحنا طلعنا الأموتر صح لو مو صح؟ زين أنا عندي أموتر وعندي أم صلب معلومات أقدر طلع الووتر كونتينت؟ لو ما أقدر طلعت الووتر كونتينت بسهولة جدا. نجي هسه اني من اقدر اطلع الرو توتال؟ لو ما اقدر اطلع الرو توتال اقدر اطلعها. ليش الرو توتال احد قوانينها شو يساوي لنا؟ ام توتال على في توتال. عندي ام توتال بالسؤال، عندي في توتال طلعت الرو توتال. زين اكو قانون يربط الرو دراي مع الرو توتال، شو يقول؟ رو دراي رو توتال على واحد زائد ووتر كونتينت. منها ان طلعت الووتر كونتينت والرو توتال طلعت الرو دراي اللي هي الكثافة الجافة للعينة. بعد ما طلعت الرود راي أقدر أطبق القانون البي سبيسيفيك جرافيتي بحيث أطلع الإي اللي هو شو يساوي لنا الرود راي؟ شو يساوي لنا الرود راي؟ شوف لاحظ الرود راي بها قانونين. هسه تقول ليش ما طبقنا هذا القانون بالأول؟ مو هذا بي مجهولين، الرود راي مجهولة والفويد ريشيو مجهولة فما فادني. أكو قانون ثاني طلعتك إياه بالعلاقات اللي هو الرود راي يساوي لنا الرو توتال على واحد زائد ووتر كونتينت. الرو توتال طلعناه منين؟ طلعناه من الام توتال على الفي توتال، موجودات اثنيناتهم بالسؤال. الواحد زائد ووتر كونتينت، الووتر كونتينت شو يساوي لنا؟ وزن الماء على الوزن الصلب، الوزن الصلب موجود اصلا بالسؤال من طنيا، وزن الماء طلعته شلون طلعته؟ طلعته الوزن الكلي ناقص وزن الصلب طلع وزن الماء، اذا طلعت قيمه الووتر كونتينت. اذا هذا القانون خدمني بالاول طلعت من عند الرود راي. ارجع اطبق قانون الرود راي الثاني البي فويد ريشيو. عند سبيسيفيك جرافيتي، عند رو ووتر واحد، عند رو دراي اقدر اطلع الاي او لا؟ الفويد ريشيو طلعت قيمه الفويد ريشيو. نجي البروسيتي. البروسيتي عندك قانونين، قانون يقول الفي فويد على في فويد على في توتال، تقدر تطبقها مباشره كيفك انت. او القانون الثاني اللي هو شو يساوي لنا اي على واحد زائد اي، اي على واحد زائد اي. إذا تقدر تقول إن أنا إيه أنا طلعتها منها على واحد زائد إيه طلعت قيمة البروسيتي. بس انتبه لما تطلع لك بهذه القيمة تضربها في 100 حتى تتحول النسبة إلى نسبة مئوية يعني 100%. نجي degree of saturated مطلوبة من عندك، عندك water content وعندك
سبيسيفيك جراف هي وعندك الاي الله تحس يقول احد هاي العلاقه جديده لا مو جديده نفسها هاي العلاقه نفسها هاي العلاقه بس حتى اذكرك بيها نفسها هاي العلاقه موجوده اللي هو الاس ار ديجري اوف ساتوريتد في الفويد ريشيو شو يساوي لنا الووتر كونتنت في السبيسيفيك جرافيتي مجرد ايش سوى القيمه اللي مع المجهول حولها مقام وذول بقى وبسط نفس القانون هذا لاحظ هذا هو الووتر كونتنت في السبيسيفيك جرافيتي على الفويد ريشيو وجدنا قيمه الديجري اوف ساتوريتد وايضا قيمه الديجري اوف ساتوريتد مثل البوروسيتي المفروض ومثل الووتر كونتنت المفروض تطلعهن اذا كان المطلوبات كنسب مئويه فالقيمه اللي تطلع لك تضربها في 100% وتحولها الى نسبه مئويه. ان شاء الله محاضره هذا اليوم تكون واضحه. هي محاضرة تفصيلية شرحنا بها مسائل توضح الريليشن بين كتلة التربة وكثافتها. ضروري جدا بهذا الموضوع تفهم العلاقات مع المحاضرة السابقة للجزء الثاني تفهم تفصيلهن مثل ما شرحناهن شلون شرحنا عينة التربة والفي فويد والفي صلد وغيره لأن هذه المسائل إن شاء الله بالمناسبة هاي المسائل يعني هذا الجزء يجيك من عنده بالكورس الأول يجي بالفاينل بكل مكان اللي هي أساسيات التربة. فضروري أول شيء تفهم كل رمز تفهم معناه تفهم العلاقات اللي تربطه يعني بحيث انت تعرف العلاقات وتحفظهن مو تحفظهن وانما تفهمهن من تفهمهن راح تعرف شلون تكتبهن تمام وتعرف لازم شلون توظفهن وكذلك لازم تقرا السؤال وتفهم معناه لانه فهمك للسؤال وشلون انت توظف العلاقات يعتبر نصف الجواب وما راح ياخذ من عندك وقت من وقت الامتحان وتضيع بين العلاقات او ما توصل الى الحل الصحيح. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة واضحة وبسيطة وموسعة وشرحت فيها كل التفاصيل. نلتقي بكم إن شاء الله بالفيديوهات الأخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.